أرجع مع حضراتكم مرة تانية. يومين اللي فاتوا المهندس عادل نجار محافظ الجيزة كان عامل يومين بيزور الواحات البحرية. الواحات البحرية لو حضراتكم متابعين منطقة بالنسبة لنا منطقة ساحرة، أي حد أرض بيطلقوا عليها أرض الخير، بس محتاجة شغل، محتاجة استثمارات، محتاجة تنمية كبيرة في الواحات البحرية. وزيارة المحافظ فيه هناك مثلا منجم الحديد والصلب موجود في الواحات البحرية، وقعد معاهم يتكلم معاهم يعرف لو عندهم مشاكل بيشوفهم، ده شاف المستشفيات، عمل جولات كتيرة، عندهم تمر، عندهم التمور، عندهم من أجود أنواع التمور موجودة في الواحات البحرية، عندهم مصانع مخصصة بس تمور للتصدير خاصة المملكة العربية السعودية، يعني من نوع معين بيروح بس لأشقائنا في المملكة العربية السعودية من الواحات البحرية، وأسعاره غالية جدا، يعني ناس بتروح حج وعمرة تشتري التمر البلح ده تجيبه مصر وهو أصلا من الواحات البحرية. بكلمكم بجد، من أهم الأنواع المجدول. المجدول ده من أفضل أنواع المجدول الموجودة في أي منطقة موجود في الواحات البحرية، مصنع مخصوص كله بيصدر للمملكة العربية السعودية. محافظ عادل النجار عمل جولة على مدار يومين وقابل فيها طبعا أهالينا الشيوخ والعمد والأسر، وشاف المدارس وشاف المستشفيات ومراكز الشباب ومشاكل الناس قد إيه، الوحدات أدي مستشفى، افتتاح مستشفى، الوحدات الصحية اللي موجودة، مدارس اللي موجودة، شاف الحاجات المصانع اللي موجودة. ولكن بقول لكم الواحات البحرية منطقة فيها خيرات كثيرة جدا، ولكن زي ما بقول كده فيها مثلا نقدر نتكلم على سياحة، السفاري والدفن في الرمال، العيون الكبريتية، يعني محتاجة كمان، محتاجة أولا شغل، ومحتاجة يعني يتعمل لها دعاية أكتر، دعاية أكتر عن هذه المنطقة. منطقة زي ما بقول لكم تقدر تتكلم عليها كده زي ما انت بتتكلم حتى على سيوة. لما احنا رحنا سيوة عملنا حلقة من هناك وقعدنا يوم كامل في سيوة، الواحات البحرية قريبة قوي، نفس المناخ مع الجو الجميل مع الطبيعة، هواء نقي، هناك مفيش تلوث وبالتالي هواء نقي. والمحافظ طبعا شاف طبعا مناطق الأماكن الخاصة بمنافذ وزارة التموين والسلع التموينية والمركز التكنولوجي وطبعا خدمة المواطنين. جولة كانت جولة مهمة لمحافظ الجيزة على مدار يومين في الواحات البحرية، وخد الجولة مع أهالينا ولهم كل التحية مرة تانية. وزي ما بقول لهم كده احنا فعلا تأخرنا ان احنا نبقى موجودين معاكم، وتأخرنا ان احنا نجي لكم ونبقى موجودين ونشوف كمان يعني الحاجات الجميلة اللي موجودة، كلها حاجات جميلة موجودة عندكم من أهلنا وناسنا في الواحات البحرية اللي هتشوفوا بعد شوية، وهم الناس طبعا وزي بقول كده هتقدروا تتفرجوا حتى على مصانع التمور اللي موجودة، محطات الخاصة بالمية، وتطمن كمان على المحطات الخاصة بالمعالجة، وإن المية كمان تدخل البيوت تبقى مية نظيفة زي ما قدامنا كده، مية داخلة البيوت تبقى مية نظيفة، مياه نقية، مية كمان الخاصة بري الأراضي الزراعية تبقى كمان بيتم معالجتها. وده طبعا المحافظ كان بيطمئن كمان على المياه الخاصة به، وأيضا تقديم الرعاية الصحية لأهالينا في الواحات البحرية خلال الجولة اللي قام بها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مدار يومين كاملين. وأدي التمور أهو شايفين حضراتكم، ده المجدول من أفضل أنواع التمور في أي، ما فيش لا ينافس التمر ده الواحات البحرية، لا ما فيش منافسة، أجمد أنواع التمور من هنا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده مصنع بتغليف بتاعه، كل ده بيبقى الغالبية العظمى للتصدير، للتصدير، وخاصة في الشركة السعودية اللي موجودة في الواحات، عاملة مصنع ضخم، مصنع كبير للتمور طبعا، وكله للتصدير زي ما احنا بنشوف مع حضراتكم، واحد من أفضل الأنواع طبعا. في طبعا الثلاجات الخاصة بالتبريد التمور وموجودة في أيضا الواحات البحرية. وزي ما بقول كده يعني وادي مدرسة من مدارس الواحات، سيادة المحافظ عمل لقاءات مهمة، ادي الثلاجة الخاصة بالتبريد خاصة بالتمور،
وزي ما بقول كده الموسم، احنا بنتكلم دلوقتي موسم التمر او موسم البلح في هذه الايام. كمان كان عندهم في مشروع البيت الريفي، بيت البدوي، البيت البدوي اللي موجود في الواحات البحريه، سلم المحافظ اول دفعه حوالي 50 بيت ريفي معمولين بشكل متميز جدا، وطبعا يستحقوا اهالينا، وهو ده بيتعمل دلوقتي في كل حته، بس بيت بدوي جميل جدا. واهالينا طبعا في الواحات لهم الطبيعه العربيه، طبيعه يعني زي ما حضرتكوا طبعا بتشوفوا كده مع اهلنا، ولكن كانت زياره مهمه جدا بحيث سياده المحافظ عليها انه كمان مهم قوي نشوف الاماكن ديت ونقدر نشوف مشاكلهم واماكنهم واحتياجاتهم. نتابع هذا التقرير ثم فاصل اخير وعود لحضراتكم. ادي البيوت اهي. في ثاني أيام لزيارته لمدينة الواحات البحرية، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة يضع حلولا سريعة لبعض المشكلات التي قابلها. فبعد تفقده لمسجد الأنصاري بقرية البويطي وتكريم عدد من حافظة القرآن الكريم، اتجه إلى مستشفى الواحات البحرية المركزي ليجد عجزا كبيرا في الأطباء، وهو ما دعاه إلى مخاطبة مدير إدارة الصحة بالمحافظة لاتخاذ لازم سريعا. الحقيقه النهارده احنا رحنا اكتر من مشروع واكتر من خدمه من الخدمات المؤداه لاهالينا في الواحات البحريه. رحنا المستشفى المركزي ولمسنا فيها قصور وعدد وقله في عدد الاطباء، وان شاء الله الموضوع دوت محل البصر وهنحله. نسقنا مع مديره المديريه الدكتوره امل رشدي، وان شاء الله هنشوف حلول وهننتدب ناس من القاهره وهنحاول نزود الحوافز المتاحه ليهم لتشجيعهم للاستمرار في المكان. برضه كان في من ضمن مسار الزياره رحنا محطه الميه، محطه الميه دي الابيار اللي موجوده بتطلع ميه فيها حديد ومنجنيز وكبريتات بنسبه زياده، والمحطه دي منشاه لتقليل ونزع الكميات الزياده دي او النسبه الزياده، بحيث يبقى المياه طبقا لتقارير وزاره الصحه، الادارات المختصه في وزاره الصحه، تبقى صالحه للاستهلاك الادمي. والمحطه مرت باغلب التجارب وخلاص ان شاء الله فتره قليله جدا، اسابيع بسيطه، والمحطه هتخش الخدمه باذن الله. جولة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتفقد مصنع ومنجم الحديد والصلب بالمدينة، مستمعا لمشكلاتهم ومتطلباتهم من أجل زيادة الإنتاج المحلي. بعدها انتقل السيد المحافظ إلى نقطة إطفاء قرية الحارة والتي انتهت من إنشاءاتها ولم يتبقى سوى استلامها والعمل بها، ومنها إلى مدرسة الحارة الإعدادية المشتركة، ثم إلى أحد مصانع التمور بالواحات والذي ينتج أفضل أنواع البلح المبذول في العالم. اقتصادنا الرئيسي هو التمور وزراعة النخيل، ده اقتصادنا الرئيسي في البلد عندنا. احنا دلوقتي يمكن عندنا في منافسات شديده بالنسبه للتمور والانواع اللي هي طبعا الدخيل على الواحات البحريه. كان عندنا الصنف السيوي، حاليا دلوقتي في المجدول، في البرحي، جميع الاصناف اصبح بتجود داخل الواحات البحريه، والجو بتاع الواحات البحريه اصبح صالح لجميع المزروعات وجميع النخيل اللي موجوده عندنا. التمور في الواحات البحريه هي حياه الواحات البحريه، فالواحات البحريه تعتمد على الله ثم على التمور. وزيارة المحافظ المرة دي زيارة فارقة لتمور الواحات البحرية. الأزمة كبيرة في التمور السنة دي نظرا لمشكلة البحر الأحمر، فإحنا محتاجين المجلس التصديري وسيادة المحافظ والصناعات الغذائية كل الجهود تتكثف عشان تصدير تمور الواحات البحرية. الجو اللي في الواحات بيتناسب مع الجو اللي في السعودية، فإحنا قلنا ناخد الأصناف السعودية نجربها هنا في الواحات، إذا كان مجدول، إذا كان برحي، إذا كان خلاص، إذا كان عنبرة، إذا كان عجوة، كل الأصناف السعودية موجودة عندنا ومزروعة هنا في الواحات وأجادت. فده لأن احنا عملنا دراسات على خط الطول والعرض والدرجات الحرارة ودرجات الرطوبة والحاجات دي كلها، فكل دوت أصلا أوحلنا إن احنا لازم نيجي الواحات عشان نبدأ الاستثمار فيها. يعني محتاجين إن الدولة تنظر نظرة للواحات البحرية وتحطها على الخريطة السياحية، لأن السياحة في الواحات البحرية فريدة من نوعها ومتعددة، فيها سياحة سفاري، العلاج أو الاستشفاء،
اللي هو الدفن بالرمل والحاجات دي، ففيها مقومات سياحية محتاجين بس الدعم من الحكومة وسيادة الرئيس انه يحط الواحات البحرية ويبص لها بنظرة دعم على الخريطة السياحية في جمهورية مصر العربية. بعدها انتقل إلى الوحدة المحلية بقرية منديشة، ومن ثم إلى معهد منديشة الابتدائي والإعدادي والثانوي للفتيات، وثم ثلاجات تبريد وتجميد التمور بالواحات لصغار المزارعين. بعدها انتقل إلى مشروع البيت البدوي الذي بدأ بتسليم أول دفعة من المشروع والمقدرة بخمسين بيتا ريفيا. احنا واقفين على مسطح حوالي 5 فدان، نفذنا فيه 50 بيت بدوي شامل المرافق والشبكات واللاندسكيب. حاولنا في تنفيذ المنشآت هنا ان احنا نراعي طبيعة البيئة اللي احنا حواليها، فعملنا الالوان متناسقة مع الطبيعة. المساحة البيت الواحد حوالي 150 متر، فيها منشآت حوالي 70 متر عبارة عن المنشأ بتاعها عبارة عن صالة وثلاث غرف وحمام ومطبخ، ومعاهم منطقة خارجية حوالي 80 متر زي منطقة حظيرة خارجية مفتوحة. كل بيت محاط بسور وليه بوابتين، بوابة أمامية وبوابة خلفية. وهكذا في تفقده لمركز بيع وزارة التموين بالمدينة ومركز تكنولوجيا خدمة المواطنين ومجلس مدينة الواحات البحرية، مختتما اليوم بزيارة لقرية القصير التي تبعد عن المدينة بنحو 50 كيلومترا. من مدينة الواحات البحرية، محمد أبو شنب لبرنامج على مسؤوليتي.